التحديات الجديدة اللي نزلت معنا اللي اسمها البستورم ذا ايجنسي، اللي بتعطيك الجلايدر وبتعطيك الفأس وبتعطيك لون الشادو المجانيات و120 الف اكس بي، نزلوا معنا بملفات اللعبة بس لحد الان ما نزلوا معنا باللعبة. فانا اليوم رح اشرح لكم ياهون، متوقع ينزل يوم 21/5 يعني اليوم ان شاء الله. فلا مع بعض نشرح لكم ياها. انا نعيم من قناة نيمو، كيفكم اصدقائي؟ اليوم رح اشرح لكم تحديات ستورم ذا ايجنسي. مثل ما بنعرف احنا بتحديث 12.6 نزل معنا بملفات اللعبة تحديات باسم ستورمز ايجنسي. هدول التحديات مخصصين لمنطقة الايجنسي اللي هي بوسط الماب، رح تكون لانه هي مركز القصة عليها اكتر ورح يكون الحدث فيها لهي المنطقة، فمشان هيك مركزين عليها اكتر شيء. وفي كتير تسريبات لسه ترقبوا الفيديو التاني بدنا نحكي عليه بالتسريبات بالنسبة لهي المنطقة. هلا خلينا نحكي على التحديات. هن الخمس تحديات، لما تخلص الخمس تحديات 100% بيعطوك الجلايدر الزارة امامك بالصورة. خلينا نشرح التحديات. التحدي الاول اللي مطلوب منك انك انت تنزل بمنطقة الايجنسي. منطقة الايجنسي كلها بنعرفها اللي هي بوسط الماب تبع مايدس، كل عليك انك انت تنزل لهنيك مرة واحدة انك انت بكون خلصت التحدي وبتاخذ 40000 اكس بي. خلينا ننتقل للتحدي الثاني دغري على طول. التحدي الثاني المطلوب منك انك انت تكون سيرفايف ستورم، لازم تضل ناجي من الستورم او من العاصفة اللي بتصغر. كلياتنا بنعرف فورتنايت لما انت بتنزل بالخريطة في زون بتصغر عليك، بتصغر بتصغر للاخير. انت المفروض منك تضل 10 مرات تصغر الزون بدون ما تموت، يعني بكذا جيم اتس اوكي بتقدر تنزل تصغر اول زون تصغر ثاني زون، هيك انهم بيحسبوا لك تنتين. بتفوت جيم ثاني ونفس الموضوع، اول زون ثاني زون بيحسبوا لك تنتين بيصيروا 4، يعني المهم تصغر عليك الزون. سهل كتير 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 سهل هذا التحدي، بس العاب وحاول الزون تصغر عليك قد ما بتقدر. والتحدي الثالث معنا اللي هو انك انت مطلوب منك انك انت تفتح 3 اي دي سكانر اللي ظاهرين امامك بالصورة. كلياتنا بنعرف الاي دي سكانر انك انت بتحمل هانش من بعد ما تنزله نوك وتروح بتفتح فيه الشيست. مطلوب منك 3 شيست بس مو باي مكان، مطلوب منك باماكن السباي بيسز اللي ظاهرين امامك بالخريطة يلي فيهن البوس او فيهن الرؤساء، مثل الاجنسي، مثل الشارك، مثل جروتو، مثل ذا ريج تبع محطة النفط. اي مكان بدك اياه اختار من 5 اماكن اللي ظاهرين امامك بالصورة. المطلوب منك انك انت تفتح 3 شيست اي دي سكانر باماكن مختلفة، يعني بدك تنزل مرة بجروتو، مرة بالاجنسي، مرة بالشارك، كل مرة بتفتح صندوق واحد بهي المنطقة، هيك انت بتكون خلصت واحدة من الثلاثة. بس سهل كتير، بتنزل بأي مكان اللي على الخريطة، بتختار مكان تفتح فيه شيست، بعدين بتروح المكان اللي بعده. مطلوب منك 3 بثلاث أماكن مختلفة. وبالنسبة للتحدي الرابع يا شباب، التحدي الرابع مطلوب معنا انك انت تسبح بأي مكان بأماكن الايجنسي اللي ظاهرين أمامك بالصورة. كلياتنا بنعرف هدول كبسولات الطاقة الخاصين بجهاز مايدس أو جهاز دومزدي اللي حيكون معنا بنهاية السيزون، هدول اللي فيهم الطاقة المفروض انك انت تروح تسبح عليهم او تسبح حواليهم بشكل دائرة او فوقهم لحتى يحسبوا لك اياها. المطلوب منك تسبح عند وحدة، هلا موجود منك 5 قدامك عند الايجنسي، روح عند اي وحدة بدك اياها واسبح فوقها، هيك انت بتكون خلصت التحدي. وبالنسبة للتحدي الاخير اللي معنا اللي هو المطلوب منك تقتل هانشمان، تقتل 3 هانشمان باماكن السيف هاوس. اماكن السيف هاوس ظاهرة امامك بالصورة، هن تقريبا 5 اماكن، انت بدك تختار 3 اماكن وتروح تقتل فيهم كل مكان واحد هانشمان. مطلوب منك باماكن مختلفة بالسيف هاوس، نقي اي 3 اماكن من بين الخمسة اللي ظاهرين امامك بالصورة، تنزل تقتل واحد هانشمان بيحسبوا لك اياها واحد، وبتنتقل للمكان اللي بعده، وبعد منها بتنتقل للمكان اللي بعده. مطلوب منك 3 اماكن و3 هانشمان مختلفين تقتله. بالنسبة للتحديات، التحدي الثالث اللي حكينا عليه بيعطوك هذا البيكاكس اللي ظاهر امامك بالصورة، وبالنسبة للتحدي الاخير بيعطيك هذا اللون تبع الشادو اللي ظاهر امامك بالصورة. بس لما تخلصهم كلياتهم وتقفلهم 100% رح يعطوك هاي الجلايدر اللي ظاهر امامك بالصورة اللي باسم الشادو. كلياتها بالشادو هن الاشياء اللي رح يربحونا اياها بالنسبة للون وبالنسبة للبيكاكس، كلياتهم خاصين بمنظمة الشادو. ليش هالمرة عملوها كلياتهم مخصصين منظمة الشادو لحد الان ما حدا بيعرف. هيك نحن التحديات شرحناها كاملين. اول ما ينزلوا خليك ريدي ودغري اعملوا ونساويهم، سهلين جدا جدا، ما بدهم شغل كتير، يعني بيخلصوا بمجرد كم جيم يعني بتخلصهم سهلين. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، استنوا المقطع الجاي اللي هو الخاص بالتسريبات اللي حكينا عليها، خاص بتسريبات جديدة قادمة معنا بالنسبة لجهاز دومزداي والعد التنازلي اللي حيجي معنا بفورتنايت لنهاية الحدث. لا تنسى تستخدم كود الايتم شوب نيمو 9 لزار امامك بالصورة. وشكرا اذا كملت المقطع الاخر، وبرعاية الله.